اعلم أن اختلاف الأجيال في أحوالهم إنما هو باختلاف نحلتهم من المعاش، قولة لابن خلدون يثبت من خلالها وجود الاختلاف بين جيل وآخر. العلاقة بين الأجيال موضوع تطرق له العلماء والمفكرون، وألفت حوله الكتب وأجريت فيه الدراسات والبحوث. الجزم بوجود صراع بين جيل والجيل الذي يليه لم يحقق الإجماع. في بلادنا هذه القضية موجودة ولكنها ليست ظاهرة. ما زال الابن يتبع والده ويعطف عليهم، ونحن أمة متكاتفة متضامنة محبة للخير، أمة في غالبيتها متدينة. الصراع مش الصراع بالمعنى ديال المواجهة ديال العنف، ولكن هو صراع خفيف خفي سلس، أحيانا يمكن يكون عنيف ولكن بشكل محدود جدا، وتستعمل فيه عدة وسائل، منها مثلا في هذا الصراع مثل النكتة والأغنية. عند علماء التربية وعلم النفس، صراع الأجيال مرده اختلاف في الرؤى يفضي إلى اضطراب في العلاقات داخل كيان الأسرة الواحدة، في المؤسسات التعليمية وفي الشارع، حين يرى الكبير الصغير متمرداً على العادات والأعراف، مفتقراً للخبرة في الحياة ولحكمة تدبير الأمور، يرد الصغير متهكماً على من فاته ركب التحضر وتخلف عن مجارات إيقاع العصر. وبينما يطالب البعض من الجيل السابق إعمال الحكمة والتخلي عن منطق الوصاية لصالح مبادئ الحق في الاختلاف وإعلاء لغة التواصل مع الخلف، يناشد آخرون الجيل الصاعد العدول عن إدارة الظهر للأكبر سناً. صعيب علينا باش نكونوا في الموقف ديالنا بالأفكار ديالنا بنمط العيش اللي عشنا فيه في الجيل ديالنا، وغادي نبغيو نطبقوه على واحد لا جينيراسيون اللي جايه، خاصها تكون ضروري بحالنا حنايا نفس النسخه ديالنا، باش نقول هذا راه مزيان، هذا غادي في المستوى ديالنا، هذا غادي. لا طبعا ما يمكنش الجيل ديال الاباء يعتنقوا النظره ديال الشباب ديال اليوم. من الطبيعي جدا ان جيل الاباء يكون عنده حنين للماضي، لان هذا الماضي هو الفتره ديال الشباب ديالو، هو فاش كان مزدهر، هو فاش كان زوين، هو فاش ما كانش قرع، هو اللي تيجسد الشباب الاحلام ديالو والطموحات ديالو والاندفاع والعطاء ايضا. وحتى لا يصل التفاعل العلاقتي بين الاجيال الى درجه النفور والعداء المهدد لكيان الاسره ولبنيان المجتمع بصفه عامه، تبقى التربيه على الاختلاف وحسن تدبيره مكمن الحل. الاختلاف وتدبير الاختلاف، لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد اختلف الشباب الصغار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورغم أنه كان يعلم أن رأي الشيوخ هو الصائب، اقتضت الديمقراطية أن يذهب مع الشباب، رغم أن الرأي كان يحتاج إلى روية، ولكن ما كان الشباب ليتعلموا لولا أنه ذهب مع رأيهم في ذلك الأمر. لا مجال للفصل بين صائب ومخطئ، كل الأجيال تعبر ذات المحطات العمرية، وليس من الحكمة في شيء لا مطالبة جيل بأن يكون نسخة طبق الأصل لسابقه، ولا تأييد قطيعة جذرية بين الأجيال.